طيب، فما هو السؤال؟ السؤال هو أن عندنا أشرطة برامج كمبيوتر تخزن على أشرطة، نشتري هذه الأشرطة، أو يعني بأحد الأخوة أو بعض الأخوة يشتروا هذه الأشرطة، مكتوب عليها بالإنجليزي طبعا حقوق الطبع والنسخ محفوظة. الأخوة يفعلوا إيش؟ الأخوة يشتروا هذا مثلا برنامج أو برنامج كمبيوتر، يشتروه ويدفعوا ثمنه كاملا. طيب، وعندهم الخيار إذا شاءوا أن يبقوا هذا البرنامج أو أن يرجعوه. طيب، هم يشتروا هذا البرنامج فينسخوه، طيب، وبيرجعوه هذا البرنامج ويعيدوه كما كان كما اشتروه للمحل، ويقولوا هذا مثلا لم يناسبنا، أو هذا لم يعجبنا، أو إنه صعب، أو إنه دون ما أريد، آخر ذلك من الأسباب. يعني قد يختلقها الإنسان، وقد يكذب وقد لا يكذب، يستخدم التورية، يقول ما أعجبني ما ناسبني، فبكل يعني بكل أدب وبكل صمت يعيد له الأموال ويأخذ هذا الشريط. عملية النسخ هذه مع أنه مكتوب على الشريط طبع النسخ محفوظة، عملية نسخ الشريط، أولا شراء الشريط، نسخه، إعادته أو إعادته إلى المحل، وأخذ الأموال بعد نسخ المنفعة. يعني خلينا نتكلم بأصول بكلمات فقهية، يعني أنت اشتريت العين والمنفعة، أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة، الشريط لم يتضرر إطلاقا، لم ينقص من الشريط أي مادة، أو أي لم يحصل للشريط أي ضرر أو أي نقص، وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماما، إلا أنك تستفيد من منفعة الشريط وتخزنه على جهاز الحاسب. أنا وضحت لحضرتك ولا؟ جدا والله، الحمد لله. ما هو حكم الشرع في هذا يا أخي؟ هذا بلا شك، يعني مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا، وكان مما علمنا أن قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو أن مسلما اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه، لو اشتراه ولم يعده ولكنه استنسخ منه نسخا وأخذ يتاجر بها، هذا لا يجوز. فما بالك فبعد أن استنسخ منها نسخة أعاد الأصل منسوخ منه، مدعيا نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف، أو من التورية التي لا تجوز، ولا أتصور إلا أن يكون معها اقترن معها شيء من الكذب الصريح. المهم أن هذه خيانة، لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها. ولكن مع الأسف الشديد لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة. فهؤلاء يبررون أفعالهم بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط، وما أضررنا بالشريط، لكنهم